مساحة 363 متر مربع في فيلا فيها طروة فاصات في نيها وديكورها كيما تحب، وفي منطقة فيها كامل متطلبات الحياة. السلام عليكم متابعينا الأوفياء، متابعي الوكيل إيموبيلي. اللي ما يعرفناش راح يتعب بزاف باه يلقى العقار اللي يناسبه. رانا نوفر لكم عقارات من مختلف مناطق الوطن مع عروض عديدة ومتنوعة. ما تنساوش تتابعونا عبر جميع صفحاتنا الوكيل إيموبيلي باه يلحقكم كامل عروضنا. اليوم راح نروح لولاية واحدة أخرى. بعد ما كنا في ولاية الجزائر ندوكم من ولاية البليدة دائرة وادي العلايق اللي جبنا لكم منها بزاف عقارات، وراهي منطقة فيها كامل متطلبات الحياة. العقار تاع اليوم راهو في بلدية بن شعبان، بالتحديد في حي السمار. فيه كامل المرافق اللي تحتاجهم، كاين مؤسسات تربوية، مسجد، مركز البريد، قاعة العلاج، الطريق الرئيسي غير قدامك مسافة تاع 5 دقائق برك، المدينة الجديدة مش بعيدة عليك، أيضا بوفاريك على بعد 10 دقائق. من ناحية المرافق ما راح يخصك والو في هذه المنطقة، وحتى من ناحية العقار كما شفتوا العقار تاع اليوم راه نصف جاهز سيمي فيني، وكاين أجزاء منه نلقاوهم تقريبا مفينيين. العقارات اللي كيما هكا يمدولك فرصة بها الديكوري دارك كيما تحب، يعني نص الخدمة مكمولة والنص الآخر اللي يشمل الأرضيات والأسقف والجدران حيكون على حساب وش تحب انت. العقار اليوم راح فيه 2 طوابق مع طابق أرضي. اسمها راح عبارة عن فيلا أغ بليس دو للبيع بعقد الملكية ودفتر عقاري في طور الإنجاز، يعني راح يكون عندك بزاف غرف، ولا نقدر نقولوا يكون عندك طروا أبارتمون في عقار واحد. كمية الإضاءة راهي واضحة وباينة، إضاءة جيدة وبنسبة كبيرة، بيسك الفيلا فيها طروا فاصاد. الفيلا فيها مساحة إجمالية تقدر ب 363 متر مربع، المبنية منها هي 240 متر مربع. المساحة هذه تمدلك فيلا واسعة بزاف ومشروحة، والنوافذ اللي فيها يخلوها مهوية وضاوية. المساحة الغير المبنية ولا المساحة الخارجية تاع العقار راهي أيضا كبيرة، ونلقاوها في شكل جاردة ولا تقدر تديرها كور، كما ممكن تستغلها في أمور عديدة. شوف انت واش يساعدك ويريحك. الجاردة هذه خاصك تتهلا فيها شوية برك وتمدلها وقت، وراح تشوف غزيلتها تعجبك وتفرحك، ويولي عندك قاعدة بزاف شابة فيها. مساحة خضراء في المنزل راح تكون إضافة جيدة في أي عقار. نعود ندخل لهذه الفيلا اللي راهي في ولاية البليدة دائرة وادي العلايق بلدية بن شعبان حي السمار، ونشوفوا وش عندنا فيها. الطابق الأرضي شفناه سيمي فيني، تكمل فيه الأسقف والأرضيات والجدران، ويتكون من غرف وأول ومطبخ وجاردة. أيضا شفنا الإضاءة واللي تساعد اللي فيه. دوكا نروحوا للطابق الأول. الطابق الأول نلقاو فيه 2 أجزاء، جزء منه راح سويمي فيني اللي رانا نشوفه فيه ذكا، يعني البلوواجد وعملية البناء مكمولة، باقي لا فينيسيون حتكون عليك. تخير اللون تاع الصبيغة وتشوف الأرضية اللي تعجبك، والسقف ابدع فيه كيما تحب. الأسقف الناس راهي تتفنن في خدمتهم. أما الجزء الثاني نلقاوه تقريبا مفيني كامل، ذوك نشوفوه مع بعض. الطابق هذا أيضا الإضاءة فيه راهي واضحة وباينة، فيه عدد كافي من النوافذ اللي يوفروا له تهوية وإضاءة جيدة، وأيضا فيه واجهات يهنوك من هذا الكوتي. راه بطروة فاصاد مع مساحة إجمالية تقدر ب 363 متر مربع، المبنية منها هي 240 متر مربع. نلقاو فيه مجموعة من الغرف مع مطبخ وسانيتير. المساحة والموقع والواجهات هذو هما الأساسيات اللي لازم نركزوا عليهم في أي عقار. هذا هو الجزء الآخر من الطابق الأول اللي قلت لكم راه بريسك فيني. سانيتير ما بقيش فيه خدمة بزاف، الكولوار تاعو واسع الله يبارك ومفيني، أرضية وسقف، الجدران اللي نظن تعود لهم الصبيغة. قلنا يتكون من مجموعة من الغرف مع سانيتير وحمام. هنا الغرفة واسعة ومفينية من كلش، السقف، الأرضية والجدران وكل حاجة فيها سامبل. الفيلا راه فيها جميع الأساسيات اللي تشمل الكهرباء، الماء والغاز والأنترنت أيضا، وتتوفر على خزان مائي تاع 15000 لتر. الغرفة هذه الله يبارك عليها، لو كانت ديرها شومبر بارونتال وتستمتع بالإضاءة والتهوية والإتساع اللي راه هنا. وبالنسبة لافينيسيون فينيا كامل، وزيد فيها بورت فونيت خلي خلاها ضاوية كامل هكا مع بالكو واسع. أيضا راح نشوفوا منه بزاف تفاصيل على الحي، والشي المهم هنا أنه مكاش الفيزافي والخصوصية تاعك راهي مضمونة. الحي راه منطقة سكنية وعمرانية ويتوفر على جميع متطلبات الحياة وكامل المرافق الضرورية، مؤسسات تربوية، قاعة العلاج، مسجد ومركز البريد، والطريق الرئيسي غير قدامك مسافة 5 دقائق برك، وبوفاريك على بعد 10 دقائق. قلنا الفيلا راهي في ولاية البليدة دائرة وادي العلايق بلدية بن شعبان حي السمار.
غرفة واحدة أخرى راهي هنا بنفس الخصائص تاع الغرفة اللي قبلها من ناحية المساحة والتهوية والإضاءة ولا فينيسيوم. الجزء هذا راه بريسك فيني ما فيهش خدمة بزاف، الغرف كامل مفينين حتى الكولوار ومخدوم وواجد، عندك غير المطبخ اللي مازال فيها شوية خدمة. نعاود نذكركم باللي الفيلا راهي بمساحة كبيرة، مساحة إجمالية تقدر ب 363 متر مربع، مبني منها 240 متر مربع، وتتكون من طابق أرضي سيمي فيني مع طابق أول، جزء منه سيمي فيني وجزء الآخر تقريبا مفيني كامل. بالنسبة للمنطقة شفنا وعرفنا كلش عليها، ودوك نزيدو ندو نظرة واضحة أكثر من الطابق الثاني. حاليا راكم تشوفوا في الطابق الثاني اللي راه سيمي فيني، لا فينيسيو تاعو صاحب العقار خلاها عليك، فينيه براحتك وخدمو كيما تحب. العقار هذا كما قلت لكم راه فيه كامل الأساسيات، موقع استراتيجي ويريحك من ناحية المرافق، منطقة سكنية وعمرانية بامتياز فيها كامل متطلبات الحياة، مساحة واسعة بزاف وزيد عندك جاردة كبيرة. إذا كنت من الناس اللي حبوا الجاردة خليها، وإذا كانت متهمكش راح تستفاد من المساحة تاعها في حاجة واحدة أخرى. والخاصية الأخرى واللي تعتبر مهمة أكثر هي الإضاءة والتهوية، يلعبوا دور كبير في أي عقار وهما اللي يخلوك ترتاح في المنزل. الفيلا راح فيها طروا فاصاد، خاصية مشي دايما تتوفر، أغلب العقارات نلقاوهم بدو فاصاد برك. وبالنسبة للإحتياجات الأساسية راهم متوفرين في هذا العقار، كاين الكهرباء الماء والغاز بالإضافة إلى الأنترنت، تتوفر على خزان مائي السعة تاعو 15000 لتر. العرض تاع اليوم باختصار راح عبارة عن فيلا أغ بلوس دو سيمي فيني وفيها جزء فيني تقريبا. السعر المطلوب في هذه الفيلا اللي راهي للبيع بعقد الملكية زائد دفتر عقاري في طور الإنجاز هو 3 مليار و500 مليون قابل للتفاوض. متابعينا إذا كنتم مهتمين بهذا العرض وحبيتوا تعرفوا تفاصيل أكثر، تواصلوا مع صاحب العقار اللي راح تلقاو رقمه أسفل الفيديو وفي التعليقات.